بالنسبة للنقابات، النقابات شكون هما؟ هما حنا النقابات، وهما وحنا هما النقابات، والنقابات هما حنا. يعني هذه العملية ديال أننا كنتكلموا النقابات، النقابات تمثلنا بشكل آخر باش نتكلموش عليها، فالنقابات كتبقى واحد شريك اجتماعي. نعم هناك إذا كان واحد التواصل ما كايناش على مستوى النقابات، أو إذا كانت هناك هو كل شيء كيتحمل المسؤولية ديالها، ولكن ما يمكنناش بكل الأحوال أنا نجي نقولوا النقابات. النقابات راه هي واحد الجسم، هي اللي الآن كتوقع، وهذه النقابات ملي كتاخذ القوة ديالها كتاخذ القوة ديالها منا. راه حتى حنا ثاني كنا ثاني ناعس واحد الوقت، ما بقاش واحد يلا حفاق البارح يبقى يقول لك لا النقابات. نعم النقابات اذا كانت نقابات فهي يعني عدم التواجد ديالها في الشارع راه ما حنا اللي واش كاين شي واحد مشى كينخرط نقابه وقال له ما تنخرج، واش كاين شي واحد مشى كيقلب على هذا الزخم وقال ما كاينش. ولكن كانت هناك واحد المشاكل بحال ما كاينه في جميع المشاكل الاجتماعيه. علاش الناس في 20 فبراير خرجوا؟ واش لان الاحزاب ما كانوش؟ واش لان الدوله ما كانتش؟ ولكن كان هناك واحد الحيف وكيوصل، وهذا هو التطور ديال الشعوب والتطور المجتمعي بصفة عامة. حتى أنا نحاول خلق واحد الشرخ بيننا وبين واحد التنظيمات، فالأمر هو كيمشي في واحد الصيرورة ديالو، بغينا ولا كرهنا راه اللي كيوقعوا هما النقابات. والنقابات ملي كيجيبوا واحد الحاجة ما كايناش حنا كنقولوا لا، وكيوليو يتراجعوا وكيوليو كذلك كيمشيو يتحاوروا علينا. إذا هذا الحيف هذا، إذا هذا النوع ديال النقاش كيبان لي واحد النقاش متجاوز، كناش نتكلموا عليه إلا لأننا نحن يدا واحدة، نختلف في التوجهات الإيديولوجية مع يعني عندنا واحد العدد من النقابات، يعني عندنا واحد عدد من التصورات، وكذلك حنا الجسم ديالنا الآن واش عنده تصور واحد، ولكن اللي كيجمعنا هي الهموم ديالنا.